ازيكم حلوين، جيت لكم فيديو جديد. لو انتوا لسه ما عرفتوش في القناه بتاعتي نزلوا حالا اشتركوا فيها، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ونبدا زي ما تعودنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عايزين يا جماعه ننسى نصلي على النبي، ومش عايزين ننسى برضه تحطوا لي كومنتات على الفيديو ده ولايكات بقى حلوه كتير. واثبتي لي بقى انت منين، حطي لي كومنت كده عايز اعرف انت بتتابعيني منين. المهم بقى النهارده فيديو من الاخر دمار. بصوا يا جماعه، جوز النهارده فاجئني انا قولولي وجاب لنا حاجات حلوه كتير قوي. هو كان موعدنا ان هو لما ينزل اجازه وكده هيجيب لي حاجات ليا، بصراحه كان موعدني انا، فبصراحه لازم جاب لي وجاب لي ليا، وده ما يمنعش ان انا جبت ليا انا كمان بالمره. كنت هو جاي لي اصلا جايب حاجات، قال لي خلاص انا هجيب لها حاجات للبيت. فخليني اوريكم جاب لي ايه وجاب لي لولي ايه، وفي الاخر اوريكم مشتريات اللي انا جبتها ليا، حاجات تحفه تحفه تحفه. بس عايزاكم تحطوا لي اللايك والشير والكومنت الحلو زيكم. وعايزه اقول لكم الحاجه اللي هو جابها دي انا اصلا كنت شايفاها، كنت مصورها له عشان هي عجباني، قلت له بس انا عاجبني دول جدا جدا وان شاء الله هجيبهم. قال انا هجيبهم لك، انا كان في نيتي اجيبهم لنفسي. راح قال لي لا انا هجيبهم لك. خلصت بجد، راح قال لي والله انا ناوي انزل اجازه دي وه يعني هدلعكم هدلعكم. فخلينا نشوف جاب لي ايه. اول حاجه بصوا يا جماعه، الحاجه اللي احنا جبناها دي جبناها من ال سي. اللي يا جماعه في شويه لبس شتاء، يا لهوي انا لما كنت جبت اصلا لبس شتاء انا كان زماني خربت الدنيا كمان هنا. بس انا صراحه كنت بجيبها كتير، فاستحملت ان انا اكتر يعني حاجات تانيه، فجبت اللي انا حاسه ان انا محتاجاهم. والبتاع ده جميل جدا، البلطو ده يا جماعه رهيب 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 رهيب، خامته فظيعه. هو شموع بصوا حلو جدا 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 جدا. انا هوريه لكم في اللبس، انا مش عارفه هو هيبان قوي ولا لا عشان بس الكاميرا مش جايباني كله، بس انا هقصه لكم وهتشوفوه اصلا على اللبس وما لابسه ايه. بقى انا هوريكم كده كده على اللبس. بصوا يا جماعه تحفه ازاي يا جماعه، بجد عجبني قوي وخامته حلوه قوي، حاساني يعني كده. وبصراحه هو عجبني جدا 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 جدا. بصوا بقى انا مش هقول لكم اسعاره عشان دي هدايا وانا مش حابه اقول اسعار الهدايا، بس هو بصراحه عجبني جدا وهتقمله طعم رهيب كده. تاني حاجة برضو ده من ال سي، الجاكيت ده هو على الوشين زي دبل فيس كده، هو من هنا شموع كده بصوا، ومن هنا كده كده هقسهولكم. الجاكيت ده برضو اسود كده، انا كنت اصلا محتاجة جاكيت اسود بصراحة، كنت جبت جاكيت اسود قط فما كنتش حابة قوي، يعني بقى عجبني مش حابة خالص، بس مش هيدفيني هو يدوبك شكل، لكن ده بصراحة شكله جميل جدا وعجبني. عايزة اصلا اقوله ربنا يخليك ليا والله. بصوا الشكل رهيب، بصوا شكله برضو جميل جدا. بصوا قولي رأيكم فيه. هو كمان بيتلبس على الوشين، وبصراحة حبيته جدا لما شفته. كنت اصلا حاسة ان انا اجيب واحد بيج، فحسيت البيج فيا مكانش حلو قوي، وانا اصلا لسه جايبة واحد بيج من قريب فجبت ده. كمان جبت البيزك ده او التوب، بيتلبس من تحت اللبس، هو الكم بتاعه كده يعني مرفوع له فوق كده، الكم بتاعه مختلف. هو بصراحه شكله حلو قوي، هو عجبني وانا حاسه ان انا هحتاجه كتير، خصوصا ان هو هنا مش هيكول وانا عندي هيكول، فانا حسيت ان يعني كنت عايزه حاجه تكون مش خانقاني من هنا كده. فبصوا شكله، بصوا من هنا كده، انا بحب اقرب لكم واوريكم. بصوا جميل جدا، خامته حلوه جدا. خليني بقى اوريكم جاب ايه ليان. المحل ده يا جماعه عندنا في الهرم بيبيع ترنجات حلوه قوي على قد ليان، فهو كان جايب لها اصلا من فتره ترنجات منه، كان جايب لها ترنجين، فجينا وجبنا تاني ترنجات منه. اول حاجه جاب لها الدفايه دي كده، الدفايه دي خامتها تحفه، وعجبنا كمان ان هي من جوه دفايه، فاهميني؟ احنا لما بنجيب لبس اللي هي بنجيب سنتين يا جماعه، لان البيبي بيكبر بسرعه فبنخاف اللبس يصغر عليها. فجاب لها دي، هي بيبي وبلو. الناس تقول لي دي ولادي، لا هي بنيتي على فكره، لان الخروف بنوته اهو. بصوا والبنطلون بتاعها اهي. انا بقى مش يعني انا نفسي اقول لكم الاسعار بتاعت لبس الاطفال اصلا بلاش، لدي الاسعار ما بتتقلش. جاب لها كمان الترنج ده، الترنج ده عجبني جدا وشيك، بقول له تخرج بيه، قال لي هتقعد بيه في البيت. يا حبيبي شكله كيوت قوي اصلا، بص اهو شكله كيوت قوي، انا اصلا متخيله في ايه، على الطاقيه حمرا كده تبقى فظيعه. بص البنطلون بتاعه، هو اصلا جوزي لسه كان بيقول لي لبسي
خلال لبس خروج دايما، لان انا دايما جايبه لها فنجات خروج بنخرجها بيه، فهي عندها جينز وعندها حاجات كتير قوي، بيقولي لبسيها لبس يظهر عليها مش تلبسه، احنا مش بننزل كتير يا جماعه، فبيقولي لا لبسيها وتلبس من دلوقتي المشكله ويصغر ونجيب غيره. جاب لها بقى الداخلي ده، اكتر حاجه بنت الداخلي ده خامته من هنا من جوه كده دفايه، وكمان اللي هو الكباسيل اللي بتتفتح من هنا دي عشان ما تضايقش ليان لما اجي البسها، لان انا وليان بنعاني في الحوار ده. فهو جاب لها 3 قطع وانا كنت جايبه لها قبل كده بالظبط 6 قطع، فهي عندها 9 وحلوين جدا. وانا يعني انا هستكفى بدول على فكره يا جماعه، وعلى فكره كنت خايفه ان الجو يكون ساقع في اسكندريه، قال لي ما تقلقيش الجو هنا حلو. تمام، انا عرفت ليان دي بتقول لي ده اليوم اللي انا كنت حاجه فيه الصبح الطاقيه، فعجبني اللبس فهو راح جابهولي. جبت لها دي على طقم ميكي اللي انا كنت مروقه قبل كده، حاساها حلوه قوي وجميله قوي، شكلها كيوت، والشيونكه دي عجباني قوي. بصوا بقى انا جبت لها دول من شي ان دي بنوتة عندها حاجات شي ان اصلا موجوده عندها، فعجبني حاجات كده فطلبتها منها وجابتها لي، فخليني اقول لكم جبت لها دي. ده اول طقم، والطقم ده انا هشوفه معاكم كل لبس شفته، ده اول طقم انا هشوفه معاكم. بصراحه انا ما بجيبش اللي لا انا شفت ده، انا ما بجيبش اللي حاجه وحشه. بص الشميز ده الناس تقول لي بقى ده صيف ومش عارفه، لا كل الحاجات يا جماعه كل الحاجات اللي بس فوقها جواكت. بصوا الطقم، بصوا هيبقى كده وعليه استروبت ده كده بالظبط اهو، شكله بان بصراحه شكله لذيذ قوي وعاجبني قوي. ايه رايكم؟ تمام. جبت لها بقى ده اللي انا هشوفه معاكم، التاني ده شفته لان انا كنت كان مقاس كبير فبدلته وجبت له بقى قطعه زياده، فخليني اوريه لكم بقى كل شيء ان يا جماعه هتلاقوه على فكره على ابلكيشن، يعني انتوا عايزين بس بتاع البنطلون اللي انا اوريكم عليه. التوب ده التوب شكله فظيع وشيك جدا، خامته حلوه جدا جدا، وانا جايبه لها كالون نفس الـ الـ الرسمه بتاعت البيزك ده، شكله حلو قوي. تمام، وعليه الشيبه الشيك دي لان هتبقى اشيك بنوته. بصوا حلوه قوي قوي، انا متخيلها متخيله لبس فلان بجد يا جماعه، شكلها حلو قوي. وعليها كمان الشراب ده، بصوا لا دي سكارف، هو فعلا مش شراب، هو ده السكارف بتاعه. بص هي قطيفه، اللون اصلا حلو، انا عاجبني اللون بصراحه. الطاقيه بقى، الطاقيه دي انا هروح في حته تانية، انا ملايين انا كان نفسي كده وضبط عليها في الاخر. بس الطاقيه دي اللي هي بتبقى كده دي شكلها برضه عسل قوي. هوريكم يا جماعه، انتوا هتشوفوا اللبس ده ان شاء الله اللي لابسه ايه، يعني انتوا ان شاء الله انا هوريكم اللبس ده اللي لابسه ايه. في ايه دي اتلبست حواليا كده اهي. كمان جبت لها ده، ده كان يعمل لكم كيف عظيم في الاول، وبعدين هوريكم بقى الباقي. جبت لها ده برضه كبير، انا كنت جايبه مقاس سنتين، البنوته بعتت لي مقاس سنه من سنه سنه ونص، هو كبير شويه بس انا هظبطه لها، بس هو التاني كان اكبر من كده، بس خامته تقيله يا جماعه، تقيله تقيله يعني، هو هو حلو وشكله شيك جدا، وحاسه يعني لما تبدا تمشي يعني اصلا ان شاء الله ان حاجه زي كده البسها في حاجه كده في حاجه اصلا في مفاجات لي في الفتره الجايه كتير. بس بصوا شكله، شكله بجد شيك جدا جدا، انا حبيته اول ما شفته اصلا، انا على طول مسكت فيه فكره انتي ابعتي لي ده، انا عايزه ده اكيد بجد كده والله العظيم، ابعتي بسرعه. جبت لها بقى البوت ده، هو يجي على قدها بالظبط لان كنت جايباها الاكبر سنه فكان بيلقلق سيكه، فجبت لها الاصغر فمنه حاجه بسيطه، ده يجي على قد رجلي ليه. بصوا شكله، شكله عسل قوي. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في اللبس وايه يعني شكله عليكم ولا لا، او ايه رايكم في ذوقي. جبت لها بقى السروبيتة بتاعت ستيتش دي، دي من جروب كده على الانستجرام. بصوا ستيتش ستيتش ماشي، عارفين انتوا الفيديو ده؟ بس احنا فاكرين يا جماعة انا وليان بنعشق حاجة اسمها ستيتش، بنعشقه، فانا عندي استعداد اجيب لليان كل حاجة ستيتش، لو قالت لي ماما هتجيب كل حاجة ستيتش وانا طايق كده والله اروح اجيب لها كل حاجة ستيتش. فانا جبت لها دي السروبيتة، مقاسها مش كبير، مقاسها حلو، انا جايباها مرتاح عشان خاطر البسها تحتيه حاجات وتكون العين مرتاحه فيه، كمان مع لوك، وحبيت كمان ان هو مع لوك،
بس كده بقى، ده كان فيديو المشتريات بتاع النهارده. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا انبسطتوا معايا. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك والشير والكومنت الحلو. زيكم، بحبكم كتير. باي باي.